من جهة أخرى، شدد العبادي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة لحماية المدنيين. عندنا مقاتلين تطوعوا للقتال دفاعا عن البلد، أنت أمام مسؤولية تجاههم، أما تستوعبهم أو ما تستوعبهم. إن ما تستوعبهم هذا بآخر المطاف راح يقول أنت دافع عن البلد، والبلد أو المواطن أو الدولة ما قدرت تضحياته. آخر خلال يقول له في أمان الله روح لبيتك. هذا غير مطلوب، لأن دول مضحين ومقاتلين حقيقيين قاتلوا قتال مشرف للدفاع عن الوطن. فيجب أن القوة القتالية في هذا الحشد أن ننظمها في تشكيل معين ونستوعبها. نعم هسه القوة أكو غير مقاتلة بنوع آخر، عندنا علاج لها بطريقة أخرى. هذا راح يحقق لنا فائدتين، فائدة الأول استيعاب هؤلاء وحولناهم إلى قوة منتظمة ضمن إطار الدولة العراقية لحماية القانون ولحماية المواطنين. الأمر الثاني راح نمنع أي سلاح خارج الدولة، لأنه هذا اللي ما ينتظم بعد الآن بالطبع نوع من التداخل. تعرفون صار حمل السلاح من مدنيين للدفاع عن الوطن. الآن لما أنظمه ضمن حشد رسمي وقانوني ويدخل به الخارج، هذا صار مو شرعي. حسب الدستور العراقي صار حمل السلاح خارج إطار الدولة صار ميليشيا.